الآن مشاهدينا مستمعينا الكرام، معنا عبر الهاتف سعادة الأستاذ وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة. أستاذ وليد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير سعادتك. خير والعافية أبو خالد. حياك الله، أهلا وسهلا بك. نحن الآن تعودنا، هذه يعني ليست السنة الأولى أنك تتداخل معنا في شهر ديسمبر للحديث عن موازنة العام القادم. فيعني شكرا لك أستاذ وليد على يعني الحرص أنك تكون معنا في تصريح. الله يسلمك، شكرا لكم. طيب، سؤالي الأول سعادتك، ما هي أولويات أو الأولويات والتوجهات الاستراتيجية الحكومية التي بنيت عليها ميزانية 2018؟ نعم، بداية تحياتي لك أبو خالد ولأسرة البرنامج، مبروك علينا وعليكم أمطار الخير والرحمة. الله يبارك فيك. أبغى أؤكد أبو خالد أن موازنة عام 2018 تعكس التوجهات الاستراتيجية لحكومة الشارقة، وأهم الأولويات اللي انبنت عليها موازنة 2018 كانت كالتالي: أول شيء ترسيخ مكانة إمارة الشارقة كمركز إشعاع علمي وثقافي، إعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية للإمارة اللي تساهم في خدمة المواطنين والوافدين والمستثمرين وتعزز الدور التنافسي للإمارة محليا ودوليا، الحفاظ على كرامة الإنسان بتوفير سبل الحياة الكريمة الآمنة ومستوى المعيشة اللائق من خلال الاستمرار في تقديم الدعم الاجتماعي، كذلك احتضان وتشجيع الفعاليات والأحداث الثقافية على مدار العام من خلال العديد من المهرجانات الثقافية والتراثية والمسرحية والفنية ومعارض الكتب، واللي تصل حوالي أبو خالد عندنا 1370 فعالية. ما شاء الله تبارك الله. كذلك تطوير منهجية موازنة الأداء بربط الإنفاق بمؤشرات أداء تضمن تكامل الموازنة بالخطة الاستراتيجية للحكومة، أيضا تعزيز قدرات الجهات الحكومية على الاستمرار في إنجاز مبادراتها ومشاريعها من خلال توفير التمويل اللازم لأنشطتها، تقليل نسب البطالة من خلال استحداث وظائف للخريجين من الكوادر المواطنة، وإن شاء الله أبو خالد الموازنة هاي السنة بتوفر أكثر من 1500 وظيفة مستحدثة تقريبا في موازنة 2018 للخريجين الجدد. ما شاء الله. أيضا تدعيم منظومة الأمن والأمان من خلال زيادة المخصصات المالية للجهاز الشرطي. أبو خالد أيضا عندنا نحن أولوية مهمة وهي الحفاظ على التصنيف الائتماني للإمارة واللي يعكس متانة الوضع المالي لإمارة الشارقة وقدرة اقتصاد الإمارة على التكيف مع مختلف الظروف، وذلك بفضل قدرة صاحب السمو حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه على إدارة الموارد المالية وتوجيهها التوجيه السليم في ظل التحديات طبعاً. جدير بالذكر أبو خالد الحمد لله قدرنا أن نحافظ على التصنيف الائتماني لإمارة الشارقة بدرجة الـA من وكالة موديز خلال عام 2017، واللي بيستمر هذا التصنيف خلال عام 2018، وحاليا جاري العمل أيضا مع إحدى الوكالات التصنيف العالمية للحصول على تصنيف ائتماني مماثل سيعلن عنه خلال الأشهر المقبلة. وتم الإعلان أعتقد كذلك اليوم وبالأمس عن 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 التصنيف. نعم، عن تصنيف موديز، وهذا وكالة موديز أعلنت. نعم. طيب، بالنسبة للأولويات والتوجهات انتهت أستاذ وليد. طيب، أنا سؤال تالي الآن، هذه واضحة الأهداف والتوجهات العامة من ميزانية 2018، تفاصيل الموازنة كيف بتكون؟ طبعا بخالد قدر إجمالي المصروفات بحوالي 22 مليار درهم زيادة على 6% عن موازنة العام الماضي. شكلت الموازنة الجارية ما نسبته 74%، تليها موازنة المشاريع الرأسمالية بنسبة 14%، ثم الدعم والمساعدات بنسبة 6%، وتسديدات القروض بنسبة 4%، وأخيرا احتياطي الموازنة العامة بنسبة 2%. تفاصيل الموازنة الجارية وهي تمثل موازنة تشغيلية وزعت على أبواب الموازنة على النحو التالي: مثلت المصروفات التشغيلية ما نسبته 59%، تلتها الرواتب والأجور بنسبة 36%، ثم المصروفات الرأسمالية بنسبة 5%. أما فيما يتعلق بتوزيع الموازنة على القطاعات فجاءت على النحو التالي: قطاع الشؤون الاقتصادية والتجارية احتل المرتبة الأولى بنسبة 44%، تلا قطاع البنية التحتية ومرافق المجتمع بنسبة 24%، ثم قطاع الثقافة والتعليم والتنمية الاجتماعية بنسبة 23%، وأخيرا قطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة بنسبة 9%. بخالد فيما يتعلق بالإيرادات العامة زادت بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي، وجاء توزيعها على النحو التالي:
الإيرادات التشغيلية نسبة 76%، تليها الإيرادات الرأسمالية بنسبة 14%، ثم الإيرادات الجمركية بنسبة 7%، وإيرادات النفط والغاز بنسبة 2%، وأخيرا الإيرادات الضريبية بنسبة 1%. طيب، يعني أنا فهمت كذلك من كلامك بأن البنية التحتية حظيت برقم مهم 24% تقريبا، انعكاس يعني الاهتمام بالبنية التحتية في موازنة 2018. نعم أبو خالد، طبعا لا يخفى علينا جميعا أهمية تنمية قطاع البنية التحتية لأنها تمثل العمود الفقري في تحقيق الازدهار. انعكاسا لذلك الحكومة حرصت على زيادة المخصصات المالية لمشاريع البنية التحتية لتصل إلى ما يقارب تقريبا 5 مليار دولار في موازنة عام 2018، واللي بتشمل مشاريع الطرق، الأنفاق والجسور، الخريطة العمرانية والارتقاء العمراني للإمارة، توسعة شبكة خطوط النقل الخارجية، المباني الحكومية، مشاريع الزراعة وزيادة الرقعة الخضراء في الإمارة، كذلك تمديد شبكات الكهرباء وتطوير محطات التوليد وتمديد شبكات المياه والصرف الصحي والغاز وتمديد خطوط معالجة المياه وأمن الشواطئ. بالإضافة إلى ذلك في مشاريع الحكومة الإلكترونية ونظم المعلومات والمشاريع المتعلقة بالمحميات الطبيعية والمتبلدات. جميل جدا. طبعا تفاصيل هذه المشاريع عندك في ادارات معنيه ممكن تتكلم عن هذه التفاصيل، دائره الاشغال، هيئه الطرق والمواصلات، هيئه الكهرباء اللي هي المعنيه بمشاريع. بالتاكيد نحن بنتواصل معاهم ان شاء الله تعالى وبنسمع منهم. طيب اخ وليد، كذلك يعني تعلم حرص، والكل يعلم بحرص صاحب السمو حاكم الشارقه واهتمامه بتقديم الدعم الاجتماعي لكافه فئات المجتمع. هذا الأمر ووضعه في الميزانية. نعم طبعا أبو خالد ما يخفى عليك صاحب السمو حريص كل الحرص على توفير الدعم الاجتماعي وسبل الحياة الكريمة للمواطنين وإدخال السعادة في قلوبهم من أجل الحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع والحياة العامة. جزاهم الله خير. دائما يكون الشغل الشاغل لسموه هو خدمة المواطنين ومعالجة احتياجاتهم وتقديم الدعم الاجتماعي لهم بكافة فئاتهم. وباستمرار سموه يوجه توسيع مظلة الدعم الاجتماعي لتغطي كافة الشرائح المستحقة للدعم من المنظومة الاجتماعية. انطلاقا من هذا الاهتمام بقطاع التنمية الاجتماعية بالموازنة، وهنا أقدر أعطيك بعض المؤشرات اللي توضح مجالات الدعم الاجتماعي وأذكر منها. عندنا تقريبا 86 جهة من الجهات ذات النفع العام والجمعيات والنوادي ودور الرعاية الاجتماعية تم تخصيص دعم لهذه الموازنة. عندنا أكثر من 10,000 حالة بيستفيدون من الإعانات الاجتماعية. بيتم توفير التأمين الصحي لعدد 8,545 من كبار السن. في أيضا بخار مخصصات مالية لمنح دراسية جديدة للطلبة المتفوقين، ويحدد عددها من قبل الجهات المعنية، علما بخار أن عدد الطلبة اللي يستفيدون حاليا من المنح الدراسية واللي تتكفل الحكومة سدادة وصل لما يقارب 10,000 طالب في جامعة الشارقة فقط. ايضا ابو خالد نتوقع ان كذلك في حدود 2,100 من الفئات الاخرى بتستفيد من المساعدات العامه المتعلقه بالعلاج والزواج والاثاث والايجار. عندنا ايضا ابو خالد 1,700 منتسب بالحضانات، في 1,500 حاله بتستفيد من الدعم السكني، بيكون في تقريبا 1,000 طالب من الجامعه القاسميه بيستفيدون من الدراسه بالجامعه بالمجان وتوفير السكن والمكافآت الشهريه. بيتم توفير التأمين الصحي لعدد 975 من أصحاب الهمم، في تقريبا 665 أسرة بتستفيد من خدمة تنظيم مناسبات الأفراح والعزاء، في 600 حالة بيستفيدون من الإسكان الطارئ، في تقريبا 420 بيستفيدون من التدخل الطارئ شهريا، في 30 حالة بتستفيد من خدمة التمريض المنزلي شهريا، في عندنا تقريبا 24,000 منتسب لتحفيظ القرآن كل 3 أشهر. ما شاء الله. نعم. فيما يتعلق بخالد، بس ابغى اضيف شيء عن لجنه الديون. فيما يتعلق بلجنه معالجه ديون مواطنين اماره الشارقه، تم تخصيص ما يقارب من 150 مليون درهم لهذا العام. ما شاء الله. علما بان اللجنه بخالد تقوم بدراسه كافه الحالات والتاكد من تطابق الشروط، ثم ترفع كافه الحالات لصاحب السمو حاكم الشارقه للاحتمال. بخالد بس ابغى اذكر ان تم سداد ديون حوالي 1,240 حاله بمبلغ وقدره 330 مليون درهم منذ صدور المرسوم الاميري بتشكيل اللجنه خلال عام 2014 الى وقت هذه المكالمه. ما شاء الله ما شاء الله. يعني 1,240 حاله لين الحين استفادت من سداد ديون.
ومع المبلغ اللي رصد لهذا للعام القادم سيزداد العدد بشكل كبير بإذن الله تعالى. اي نعم، طبعا الحالات تدرس من قبل اللجنه يعني، واللي تستوفي هذا الشروط ترفع الى صاحب السمو للاعتماد. صحيح صحيح. طيب أخ وليد، بشكل عام كيف تصف هذه الموازنة، موازنة 2018؟ ما كفن المؤشرات هاي؟ ما نعطيك ان شاء الله. تفضل. بالاضافه لهذه المؤشرات، نعم اذا باختصار ابو خالد، موازنه اماره الشرق لهذا العام هي موازنه محفزه للاقتصاد، تضمن الاستدامه الماليه ذات ابعاد اجتماعيه، تعزز الامن والامان، ترسخ مفاهيم العلم والثقافه، ومحورها الرئيسي الانسان. هذا باختصار ابو خالد، وذكرنا اختصار جميل. المؤشرات هذه، واتمنى ان تكون موازنة هذا العام خير وبركة لمواطني إمارة الشارقة والمقيمين فيها. اختصار جميل، وشرحت وكفيت ووفيت أخ وليد وما قصرت، جزاك الله خير. ويعني واضح بأن هذه الموازنة ستنعكس بشكل إيجابي وكبير على يعني مستوى الرفاه والمواطن في إمارة الشارقة في العام القادم. شكرا لك أخ وليد، عفوا، شكرا ما جميل، قصرت، بارك الله فيك. لك شكرا. حياكم الله. سعادة الأستاذ وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، متحدثا عن موازنة 2018 لحكومة الشارقة، واللي يعني تحدث عن أرقامها بشكل مفصل الأخ وليد الصايغ.